من خلال المحاكمة ومن خلال السجدة التي سجدها القاتل بعد إصدار حكم القضاء يشير لك يعني مدى تخلف العقلية التي تقف وراء الحدث. يعني هي صورة لداعش بشكل آخر، يعني يقتل صحفي ومصور يقتل الكلمة الحرة. كل الشكر والتقدير للقضاء العادل الذي أصدر حكم الإعدام بالقاتل المجرم، لكن مطلوب من أخواننا وأحبتنا المحققين الأبطال أيضا وقفة إجلال واحترام للمحققين الذين كشفوا القاتل دون أن يأبهوا لمن دفعه، دون أن يأبهوا للسلاح المنفلت، دون أن يأبهوا لهذه الميليشيات القذرة. نطلب منهم كشف فرق الموت بالكامل والمحرضين والمساندين والمؤيدين، ولعن الله القتلة، والمجد والخلود لشهداء العراق. نحن نشد على أيدي القضاء بكشف ليس فقط المجرمين وإنما من دفع المجرمين. يعني المجرم يحاسبونه ويعدم، لكن من دفع المجرمين؟ من تآمر على هذا البلد؟ هو هذا الأمور اللي يجب أن يكشفها القضاء، وإلا فتستمر هذه الاغتيالات ويستمر هذا الفساد.